من صعيد مصر إلى قلب باريس، التحطيم من رقصة بين الرجال إلى رياضة قتالية تسعى إلى الوصول إلى الألعاب الأولمبية. عادل بولاد أخذ على عاتقه مهمة إحياء التحطيم كفن قتالي فرعوني. تكللت جهوده في عام 2016 بإدراج التحطيم في قائمة التراث العالمي لليونسكو وتنظيم أولى المسابقات لهذه الرياضة في فرنسا. فوجئت بالتشابه بين الفنون القتالية الأخرى والتحطيم من حيث الفلسفة والحركة، وعندما مارست هذه اللعبة وجدت أنها تستحق تعاملاً مختلفاً. فالرقص والفولكلور الشعبي الذي نعرفه منذ 40 عاماً يخفي فناً قتالياً حقيقياً محفوراً وموثقاً على جدران الأهرامات. في عام 2017 تكونت أول مجموعة للمدربين ضمت 15 مدرباً في مصر وبينهم 3 نساء، ومعهن بدأت الفتيات ممارسة رياضة التحطيم. لا توجد أوقية للحماية كباقي الألعاب القتالية. نتعلم أولاً التحكم في الضربات، الاستمتاع والبهجة، والتحلي بالمرونة والقوة في آن واحد. الإيقاع يضفي جانباً احتفالياً. تلقيت ضربات بالعصا، كدمات بسيطة لا أكثر. في فرنسا يمارس نحو 100 شخص هذه الرياضة، ويسعى عادل بولاد إلى التعريف بالتحطيم المعاصر لجذب لاعبين جدد. الجمهور يحظى بمتعة مشاهدة المنافسة بين اللاعبين وبسماع الإيقاعات على الدربكة والطبول. الإيقاع يمثل همزة الوصل بين الجمهور واللاعبين. نتواصل معهم عن طريق الإيقاع ونصلهم بالجمهور. نسمي ذلك دقة القلب. مبارزات قصيرة بهدف لمس جسد الخصم 3 مرات والاقتراب من رأسه من دون إصابته. في البداية نقوم بمجموعة من الحركات المتفق والمتعارف عليها بين اللاعبين، ثم تأتي مرحلة المواجهة الحرة. نستلهم من الحركات لنحقق هدف لمس الخصم. لكي تصل رياضة التحطيم المعاصر إلى الألعاب الأولمبية لابد أن تمارس في 40 بلداً على الأقل.